يعني في شهود يعني انه في شيء ولا مواجهات ولا اي شيء، واطلقوا النار عليه وهو ما في اي شيء، وهو قاعد يعني في كراج عند ناس يعني، اطلقوا النار عليه، اطلقوا عليه 6 رصاصات، يعني شاب عمره 15 سنة يعني، شو لا في مواجهات ولا في اي شيء، يعني حالة زي حال كل شباب فلسطين يعني، شو بدك لا حول ولا قوة الا بالله.